النهارده كنت في قصر الشوق، قصدي في السكرية عند سرية. بتسألي السؤال ده ليه؟ اصل البت سهرة نظرها 6/6، نظرتك وانت داخل وحشاني وحشاني يا زهرة الحدائق. وازاي يا عبد الفتاح يا اختي؟ الحمد لله يا عمتي. الحمد لله يا رب تستاهلي الحمد وبقيت الجنينه بخير يا عمتي. انا اصلي كنت عايزه ايه؟ انا بقى اللي عامله عاشوره بالمكسرات تكسر الدنيا يا زهره. اجيب لك منها يا حبيبتي 5 كيلو كده مسح زهر. والله يا عمتي مش هقدر هفطس، ربنا يخليك. هو يا اختي ده مش هقدر هفطس، هو انت هتشيلي حديد؟ اوعى يا بنتي يا زهره تكوني عامله نفسك ضيف. والله يا عمتي لو عايزه اي حاجه هقوم اوصل للتلاجه اجيب اللي انا عايزاه بنفسي، ما تقلقيش. انما هو بابا فين؟ اصل وانا جايه عديت كده عليه هو وسماح في المحل ما لقيتهوش. يا اختي بابا الحاجه عقبال امالتك سايب كل حاجه للمعلم سماح اختك. اصل برضو وانا جايه اتهيالي كده اني لمحته، يعني داخل في بيت قرب السكريه. ايه ده؟ هيعمل فيها يحيى شاهين ولا ايه؟ مين ده؟ بابا الحاج. بابا الحاج بتاعنا؟ تلاقيه بس كان بيزور حد من معارفه ولا اصحابه. اصحابه هو مصاحب ستات ولا ايه؟ كده قلب على قصر الشوق. ايه يا عبد الرحمن مالك في ستات؟ ايه بتزور ايه الادب دي؟ ما انت طول عمرك عارفه ان بابا الحاج بيعرف ربنا كويس. ما هو اصل انا سالت واحده صاحبتي ساكنه يعني في المنطقه، قالت ان البيت اللي بابا دخله ده ساكن فيه واحده ست. ما هي ست يعني ضغط ست بقى هتلاقيها، بس يعني ست ايه يعني عادي، يعني تلاقي ست من معارفه قريبه من بعيد بيشوفها بيشقر عليها. قالوا لك حلوه ولا وحشه؟ والله يا عمتي انا لما سالت يعني هم قالوا انها حلوه ومدحوا فيها كمان. شفتي بقى يا دنايا، ابوكي ما بيعرفش غير الناس الطيبه الكمل. اجيب لك العاشوره بقى، ما هو انا لازم اجربها في حد غير. ايه هو قصر الشوق والسكريه؟ عمتي خرفت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا ايهاب؟ الحاج. اهلا يا حبيبي. اتفضل. اتاخرت كده ليه يا عباده؟ ايه خير؟ في ايه يا عيشه؟ خير يا حبيبي. ده النهارده كنت في قصر الشوق، قصدي في السكريه عند سرية. بتسألي السؤال ده ليه؟ أصل بنت سهرة نظرها 6/6، نظرتك وانت داخل. وقلت لها ايه؟ ما تخافش وراك رجالة. قلت لها ان انت رحت تزور واحدة عيانة من قرايب الحاج الله يرحمه. بقول لك ايه يا عبادة؟ ايه؟ ما تاخد يا اخويا شقة انت وسرية بعيد عن منظر البنت زهرة واخواتها. قلت لها مش عايزة تسيب بيتها. الحمد لله يا ربي. ونعمل ايه؟ الموضوع بيكبر ولا يكبر ولا يصغر؟ ايه هو انت يعني اول ولا اخر واحد يتجوز بعد موت مراته؟ انا مش عايز البنات يزعلوا مني. وسرية سنبها ايه تعيش العيشه دي زي ما تكون عامله؟ انت فكره يعني ان انا مش متضايق علشانها؟ يعني تستناني السنين دي كلها ويفضل جوازنا في السر؟ الحمد لله يا ربي. طب تحب انا اجس نبض البنات واشوف رايهم ايه؟ لا يا عيشه، لا مش دلوقتي، يعني على الاقل لما يكملوا تعليمهم. يا لهوتي يا عبد، كملوا تعليمهم؟ دي بنت جميله فاضلها 20 سنه وتكمل تعليمها. لا جميله ما شافتش امها وما لحقتش تتعلق بيها. جميله دي بنتك انت يا عيشه. جميله بس يا عباده، السبع بنات ولادي حتى انت. ربنا يخليك لينا. ويخليك لينا يا رب، تسترها معاك. يلا يا بنتي يا العيال الغدا. معقول يا عبد بعد ما وضبنا البيت وخليناه جنه عاوزنا نسيبه؟ مين عارف، يمكن نرجع له تاني في يوم من الايام. بصراحه بقى انا ما اقدرش اخلف وصيه ماما الله يرحمها. مين قال بس انك هتخلفي وصيتها؟ بالعكس، انت نفذتي وعدك ليها واتجوزنا في البيت. خلاص سيبني بقى افكر. فكري براحتك. يعني تسمحي لي اقعد جنبك؟ وسعي شويه. طيب وسعي شويه. اتفضل. بقول لك ايه، ما تيجي كده نغطس كام يوم بعيد عن عيون الناس اللي يعرفونا. هنروح فين؟ نروح فين؟ نروح الهند. هند ايه يا عبدو؟ انت فاكر بناتك يخيل عليهم الكلام ده؟ ولا انت ناسي ان سماح هي اللي ماسكه الشغل دلوقتي؟ افرض قالت لك رايح الهند تعمل ايه؟ لا رايح اشتري بضاعه. واذا قالت لك انها عندها بضاعه تكفي؟ لا انا بشتري بضاعه غير المكفيه. تسمع كلامي يا عبدو؟
سرايا انا بفكر افتح محل صغير كده اقعد فيه بدل ما انا قاعد كده من غير شغل ولا مشغله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده عبدو؟ انت عايز تزعلني منك؟ انت مش وعدتني انك تفضي نفسك ليا ولا انت رجعت في كلامك؟ لا لا انا ما رجعتش في كلامي، انا اقدر ارجع في كلامي معاكي، بس انا فكرت في حكايه المحل ده يعني يبقى برافان يعني حجه عشان كل شويه نقدر نغطس بعيد عن الناس. للدرجات دي يا عبدو؟ للدرجات دي خايف بناتك تعرف انك متجوزني؟ انا مش خايف من البنات، انا خايف على سعادتنا. سرايا انا مش عاوز اي حاجه ولو صغيره تعكنن علينا سعادتنا، صدقيني. وهيجي الوقت اللي هقول لهم فيه. بحبك يا عبدو. وانا بموت فيك. صباح الخير. صباح النور. الست عايشة موجودة؟ ايوه موجودة. مين يا ايهاب؟ واحدة ست بره استنى بتقول انها عايزة حضرتك. ما قالتلكيش مين؟ لا يا فندم ما قالتش. طب روحي شوفي شغل. حاضر. سرية يا اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ واقفة على الباب كده ليه يا سرية؟ اتفضلي يا اختي البيت بيتك. انستي وشرفتي، اهلا وسهلا. اتفضلي يا سرية. اتفضلي يا اختي. يا اهلا وسهلا. البنات موجودين يا عيشة؟ لا يا اختي البنات في كلياتهم وسمح راحت مشوار. امال عبد الرحمن فين؟ يكونش سافر من غير ما يقولي؟ لا عبد الرحمن ما سافرش، عبد الرحمن موجود. ما بيردش على تليفوناتي ليه؟ ما بيرفعش سماعة التليفون ويكلمني ليه يا عيشة؟ معلش اعذري يا سرية، ساعة الموضوع بتاع سماح بنته ده وهو في دنيا غير الدنيا. وانا انا مش مراته ليا حق عليه؟ طبعا يا سرية، انتي حبيبتي ما تعرفيش معزتك قد ايه عند عبد الرحمن. لكن ايه بس؟ هو مش عاوز يشيلك الهم. عيشة عايزة اشوفه، عايزة اتكلم معاه. ازيك يا عبدو؟ ازيك. ايه مش مصدق؟ مدام ناسيني قلت اجي افكرك. انساك ازاي بس؟ ايه اللي خلاك تيجي هنا؟ ما تخافش يا عبدو، عارف ان بناتك بيبقوا الصبح في الكليه، وقلت للشغاله اللي عندكم اني جايه العيشه. لكن انت يا عبدو ليه تسيبني وما تسالش عليا؟ غصب عني يا سرية، ما انت عارفه الظروف كانت ملخبطه ازاي. غصب عنك؟ ارجوك اعذريني يا حبيبتي. معلش. اعذرك يعني ايه؟ مش كفايه العيشه اللي انا عايشاها؟ استغفر الله العظيم. يلا بقى يا سرية، البنات زمانهم جايين. اسمع يا عبدو، انا عايزاك تجيلي النهارده. يعني ربنا يسهل. ربنا يسهل يعني ايه؟ هتيجي ولا مش هتيجي؟ هحاول. لازم يا عبدو، في موضوع عايز اكلمك فيه. موضوع ايه قوليلي؟ لما تيجي هقولك عليه. وبعدين اسيبك دلوقتي لبناتك يرجعوا. عن اذنك. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مع السلامة يا سرية، تشرفتينا وانستينا. تعالي يا حبيبتي.